السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مقدمة في برنامج الحماية التنفسية. المحتوى: أولاً فكرة البرنامج، ثانياً الغرض من البرنامج وأهميته، ثالثاً الكوادر المستهدفة بالبرنامج، رابعاً عناصر البرنامج، خامساً طريقة التقييم، سادساً طريقة متابعة تطبيق البرنامج. فكرة البرنامج: تم تصميم برنامج الحماية التنفسية من قبل الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية في مرافق الرعاية الصحية في وزارة الصحة. إن هذا البرنامج تم إنشاؤه للتصدي واحتواء معظم الأمراض التنفسية المعدية. الغرض من البرنامج وأهميته: توفير حماية فعالة من مخاطر العدوى التنفسية، وضمان حماية جميع الموظفين والمرضى والزوار من مخاطر العدوى التنفسية من خلال تطبيق نهج يتضمن العناصر الرئيسية الأربعة مع العناصر الفرعية ذات الصلة. هذه العناصر والعناصر الفرعية هي أنشطة موجودة بالفعل في مختلف فروع مكافحة العدوى. الكوادر المستهدفة بالبرنامج: يهدف البرنامج إلى توفير الحماية من مخاطر العدوى التنفسية لجميع العاملين الصحيين في جميع المستشفيات. يتم تنفيذ البرنامج والإشراف عليه من قبل ممارسي مكافحة العدوى في المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية والإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بالوزارة. عناصر البرنامج: الأول، الوقاية من مخاطر العدوى التنفسية من خلال الضوابط الإدارية. الثاني، الاكتشاف المبكر لمخاطر العدوى التنفسية. الثالث، الوقاية من مخاطر العدوى التنفسية من خلال الضوابط والإجراءات الهندسية. الرابع، الوقاية من مخاطر الجهاز التنفسي من خلال معدات الحماية الشخصية. العناصر الرئيسية الأربعة مع العناصر الفرعية ذات الصلة: الأول، الوقاية من مخاطر العدوى التنفسية من خلال الضوابط الإدارية، إنشاء البرنامج وتحديد المسؤوليات، مناقشة أنشطة برنامج الحماية التنفسية في لجنة مكافحة العدوى، إنشاء دليل السياسات والإجراءات. توفير التعليم والتدريب في مرافق الرعاية الصحية، مراقبة تطبيق البرنامج وتقييم الأداء. الثاني، الاكتشاف المبكر لمخاطر العدوى التنفسية، نقل المرضى المشتبه أو المؤكد إصابتهم بالأمراض التنفسية المعدية، الاكتشاف المبكر والتحكم في مصدر العدوى بالمرضى ذوي الأمراض التنفسية المعدية، الاكتشاف المبكر للمرضى الذين يعانون من الأمراض التنفسية المعدية، إجراء تقييم لمخاطر العدوى التنفسية. طريقة جمع والتعامل مع عينات الجهاز التنفسي. الثالث، الوقاية من مخاطر الجهاز التنفسي من خلال الضوابط والإجراءات الهندسية، توفر غرف العزل سالبة الضغط لعزل المرضى المصابون أو يشتبه في إصابتهم بالأمراض المعدية المنقولة عن طريق الهواء وتعمل بصورة جيدة، توفر أجهزة تنقية الهواء المتنقلة عالية الكفاءة هيبا فلتر وتعمل بصورة جيدة، توفر كبائن السلامة البيولوجية بالمختبرات وتعمل بصورة جيدة. الرابع، الوقاية من مخاطر الجهاز التنفسي من خلال معدات الحماية الشخصية، توفر معدات الحماية الشخصية وتشمل قناع الوجه الطبي، الكمام التنفسي عالي الكفاءة، أجهزة الحماية التنفسية لتنقية الهواء بالطاقة. يجب عمل اختبار الملائمة للكمام التنفسي عالي الكفاءة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية. طريقة التقييم:
يتم تقييم برنامج الحماية التنفسية في المنشآت الصحية بواسطة قائمة التحقق لبرنامج الحماية التنفسية. يجب استخدام قائمة التحقق للتقييم الذاتي من قبل منسق برنامج الحماية التنفسية في المنشأة الصحية. يمكن استخدام قائمة التحقق من قبل منسق برنامج الحماية التنفسية في المديرية أو التجمعات لتقييم البرنامج في المنشآت الصحية. قائمة التحقق لتقييم الذاتي يتم استخدامها لمعرفة نقاط التحديات ثم وضع الخطة التصحيحية لذلك. طريقة متابعة تطبيق البرنامج: أولاً، مراجعة تقارير قائمة التحقق لبرنامج الحماية التنفسية. ثانياً، متابعة الخطة التصحيحية مع الجدول الزمني. ثالثاً، الهدف الوحيد والأهم من برنامج الحماية التنفسي هو تحسين أنشطة المستشفى فيما يتعلق بحماية المرضى والزوار والعاملين الصحيين من خطر التعرض لمخاطر العدوى التنفسية. شكراً على حسن استماعكم.